تنضم إلينا عبر سكايب من العاصمة بيروت ليال التيماني الصحفية الرياضية. أهلا بك ليال. يعني يغلق اليوم باب استقبال طلبات الراغبين في شراء نادي مانشستر يونايتد، إذا ما تقييمك للعروض المقدمة؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم. طبعا هذا اليوم هو اليوم الكبير لمانشستر يونايتد ولجميع عشاق هذا النادي الكبير والتاريخي. هناك عرضان كبيران حتى الآن، هما من المستثمر الإنجليزي بالإضافة إلى المستثمر القطري الشيخ جاسم، وبالتالي ستحسم الأمور على الأرجح بينهما، والأقرب بنظري هو للشيخ جاسم نظرا لأنه سوف يدفع مبلغا كبيرا قد يصل إلى 5.5 مليار، بالإضافة إلى البرنامج الذي عرضه على إدارة مانشستر يونايتد الحالية من خلال بناء ملعب جديد ومنشآت جديدة للتدريبات والاهتمام بالفريقين، الفريق الرجال وفريق النساء، مع الاهتمام بالأكاديمية هذا النادي الذي تم نصبها وعدم الاهتمام بها لسنوات ماضية. وبالتالي فالعرض القطري هو الأقرب والأفضل حاليا، إلا أن القرار النهائي يبقى للإدارة الحالية نظرا لأنها تطلب مبلغا كبيرا قد يصل لسبعة مليار باوند. نعم، يعني البعض يرجح أن يحسم السير جيم راتكليف الصفقة خاصة بسبب الدعم القوي من جانب جماهير النادي، فكيف تقرأين هذا؟ هذا هو المنحى الآخر، فبالرغم من قوة القوة القطرية والبرنامج الممتاز الذي تم تقديمه، إلا أن الجمهور الإنجليزي في إنجلترا تحديدا يرغبون بأن يبقى الاستثمار أوروبي وإنجليزي بحت وعدم التطرق لاستثمار عربي كما حصل في مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لأنه بنظرهم رؤية المستثمر الإنجليزي تبقى أفضل ويبقى من البلد، والاستثمار لن يكون يعني لن يحصل 100% على النادي، وهذا أفضل بالنسبة لهم. هذا قد يكون مؤشر إيجابي للمستثمر الأجنبي، وبإمكانه ربما الحصول على النادي من خلال الدعم الجماهيري الكبير، خصوصا أن الإدارة الحالية لا ترغب بأي تصادمات جديدة مع جمهورها، وهو الآن الفريق في تحسن نوعا ما عن الماضي، إلا أن هناك مبلغ مالي ضخم يجب أن يتم دفعه، والمستثمر الأجنبي أكد بأنه لن يقدم شيكا على بياض لإدارة مانشستر يونايتد، أي أنه لن يعطيهم المبلغ المالي الذي هم يريدونه بل الذي يراه هو مناسب. ونتطرق هنا إلى أمر مهم، أن المالك الأجنبي الإنجليزي أكد أن مانشستر قيمته ليست فقط في الأموال، ولكن قيمته التاريخية والرياضية أهم بكثير من المبالغ المالية الطائلة التي سوف تدفع به فيه، وهنا هذا رد على الاستثمار القطري تحديدا. نعم، إذن بشكل عام هل متطلبات ملاك النادي بخمسة مليارات دولار تعد أرقاما مبالغا فيها من وجهة نظرك، أم النادي بالفعل يستحق هذه الأرقام؟ إذا ما نظرنا إلى القيمة السوقية لمانشستر يونايتد بالإضافة إلى القيمة التاريخية، فالأموال لن تكون يعني شيئا أمام هذا الفريق العريق والكبير، ولكن اليوم النادي يحتاج إلى الأموال لإعادة بنائه من جديد، إعادة بناء كل شيء وتحسين كل شيء من لاعبين إلى بنى تحتية، والتي هي أصلا قديمة جدا، لذلك هم نعم بحاجة إلى الأموال. وهذا المبلغ أراه يعني بعض يراه مبالغ به، ولكن أراه متوسطي نظرا لاسم مانشستر يونايتد، ولا ننسى العائدات المالية الضخمة التي يحصل عليها هذا النادي، خصوصا إذا نجح في بطولات، إذا حصل على لاعبين وقدم مستويات أوروبية وفي الدوري الإنجليزي قدم مستويات ممتازة، فبالتالي هذه سيحصل على أداة مالية ضخمة. نعم، وماذا بشأن تغيير ملكية النادي؟ يعني كيف ستؤثر على مستوى استقرار النادي سلبا أو إيجابا؟ طبعا هنا هذا الأمر يركز على المالك، ما إذا كان مالك إنجليزي فبالطبع سوف يتم المحافظة أكثر على إذا ما أردنا على عادات أو تقاليد الإنجليز أكثر، أما القطرية فمن الممكن أن تتغير بعض الأمور، لأن هذا الأمر أكده
أكده المستثمر القطري بأنه لن يغير من عقلية النادي أو تاريخه، لا بالعكس هو سيحافظ على ذلك مع إعادة تطوير البنى التحتية وتطوير اللاعبين والأكاديمية. لذلك طبعا لذلك بهذه النقطة تحديدا الإنجليز يفضلون مستثمر إنجليزي منهم، يعني أنهم يخافون على تغيير في جوهرة هذا النادي. نعم، ربما سنرى من سيحسم الأمر. أشكرك ليال التيماني الصحفية الرياضية، كنت معنا من العاصمة بيروت.